قمر هادي وكان مفاجأة رمضان 2019. الحمد لله المسلسل حقق كويس قوي مع الناس وقدمنا منتج مسلي وفي نفس الوقت الناس كانت مشوق، كان في جرعة السسبنس فيه عالية وكل عناصر المسلسل الحمد لله كانوا في اعلى حالاتهم يعني. وبشكر طبعا الاستاذ رؤوف عبد العزيز مخرج العمل، قدم عمل رائع، واستاذ اسلام حافظ الكاتب، وشركه سينرجي طبعا، كل يعني الناس اللي اشتغلوا على المسلسل، ويا رب بالتوفيق في الاعمال الجايه ان شاء الله. شكرا.